حاجة ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه بتقدر عليه. بلف وشي عشان اميز العبوة مرة اخرى. انفجرت العبوة، اخدت الموكة الانفجارية، فخسرت نور عينيا لأي حد بيتمناه في الدنيا. والله انا راضي. خلاصك بباتك القضلين، يمين فوق الركبة، الشمال تحت الركبة، اثناء تمرينك تعرف في شمال سينا. فان انا بشوف عين كل واحد بيقابلني، بشوف في عينيه نظره الحب والاحترام والتقدير لما يعرف ان انا اصبت في سينا. اخويا اللي اصغر مني قدم لتطويه بعد اصابتي واتخرج، طلب من القوات بتاعه ان هو يديه لشمال سينا علشان رؤيتنا تفضل مرفوعه عاليه. انا بطل من في حلم بيستاهل. اتحركت عشان استلم سلاح النص بوصل، كلنا كنا عارفين ان اول ما جسمنا هيتملي ذخيره هنقابل ربنا بالشهاده. صفيت اكبر عدد اقدر عليه لغايه لما جت هديه ربنا ليا. اتعاملوا معايا بنات الار بي جي، ده انا منهم اصابتني فصل الدراع الشمال، دخلت في النص الشمال من جسمي، مسكت في عمود في نص المركبه وطلعت فوق، لقيت دراعي مش موجود معايا، شلته وحطيته على سطح المركبه ومسكت السلاح الشخصي. الابطال في تخطيطي في النيران، وبدات في سحب الجثمان، واثناء ذلك اصبت بطلقه اخترقت ايدي. رغم كده يا فندم وبفضل الله ما تركتش الجثمان، قلت لهم رايح ادعم دوريتنا في اشتباك معاها. لقيتهم بينطوا فوق الدبابه، قلت لهم انزلوا من فوق الدبابه مفيش مكان ليكم. قالوا له معاك يا فندم، هتموتوا ابطال. قالوا له معاك يا فندم، احنا مش احسن من اللي راحوا. على رجلي وانا في المستشفى كنت بتمرن، ورحت مثلت مصر في السويد وانا في المستشفى في بطولة العالم للمراحة الرياضية، وربنا كرمني كسبت بطل اليابان وبطل امريكا، وكانت اول مرة ان انا اسافر بره مصر واحقق حاجة زي كده.